بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الشيخ الفقيه النمر، الشيخ المجاهد الذي حفر اسمه في تاريخ الجهاد في الجزيرة العربية، لم يكن لحظة عاطفية ولم يكن ومضة من بريق وسطع ثم اختفى. ظن آل سعود الطغاة وظن آل خليفة وجميع المتآمرين على شعوب المنطقة، شعوب منطقة الجزيرة العربية والخليج، ظنوا أن النمر حين يطلقون عليه الرصاص وحين يواجهون كلمته الحقة بالرصاص والوحشية وسيل الدماء ثم يزجون به بقعر سجونهم، ظنوا أنهم يخفون زئيره ويخفون كلماته ولكي تنساه الجماهير. وفي لحظة انبثاق وحين أرادوا محاكمته وإعدامه، التف حبل المشنقة على حكام المنطقة وحكام الجزيرة العربية آل سعود المجرمين، فواجهوا محاكمتهم هم أنفسهم وأحرجوا أنفسهم أمام العالم، ليبقى رجلا واحدا قال كلمة الحق يزأر في الجزيرة العربية، هزت أركان العرش السعودي ذلك الكيان الذي لطالما خاف كثير من الناس من أن يجهروا بكلمة الحق أمامه، ولكن مثل الشيخ الفقيه النمر في وهو رمز التغيير بالجزيرة العربية، مثل مرحلة انتقالية حينما جهر بكلمة الحق في مواجهة السلطان الجائر، وذلك أعظم الجهاد. قال أننا حسينيون وسنواجه اليزيديين حيثما يكونوا، وجهر بدعمه للثورة البحرانية ونادى بإسقاط آل خليفة، وواجه رصاص آل سعود بكلمته التي أصبحت أكثر ضجيجا وأكثر وصوتها أعلى من صوت أزيز رصاصهم. يبقى الشيخ النمر وحيث لم يحتسبوا ولم يظنوا نقل الجهاد في والتغيير في الجزيرة العربية إلى مرحلة أخرى، حيث فتح الباب واسعا لمطالبة الناس بحقوقهم وخصوصا الطائفة الحقة، الطائفة الشيعية التي ينبع ويجري من تحتها، تجري من تحتها أنهار النفط، ولكنهم يعيشون الأمرين ويعيشون الفقر المدقع ويعيشون الظلامة وسلب الحقوق حتى الحقوق الابتدائية. الشيخ الفقيه النمر نادى بالتغيير وسيحدث التغيير، وستشرق شمس الحرية على الجزيرة العربية وعلى البحرين، حيث نادى الشيخ النمر وأمثاله من المجاهدين بالتغيير. والحمد لله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله.